عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. صحيح البخاري. أبو هريرة رضي خديل سربي دجيرتوا كبيغمبر درودي خديل سربي فرمويتي همو پیغمبریک نزایی چی قبول کراوی هیا که لدنیا دا نزایی پیدا کد بلام من دموی نزاکم حل گرمو بی شرموا تا بیکم شفاعت بو امتکم لروجی دوائی دا.